لعبه صعبه ولعبه كلش قويه، وان شاء الله الجمهور اليوم، انا دي جمهور اليوم مشجع، انا ما تقول لي اقدر هذا الملعب ما اقدر له، انا طالبت من احد روابط المشجعين مال الفرق يعني الاتحاد وافق لي، يعني ملعب كبير ملعب ايران، بس ذاك الجمهور اللي حضر من الافتتاح، لا مال الافتتاح يعني مال الجو على اغاني، هذا الجمهور لا، الجمهور هذا راح يشجع العراق، الجمهور العراقي ذواق، اليوم انت تبوع هذا الملعب يعني من يصح يا عراق عراق بلدك هذا، اليوم بطولة كأس الخليج هاي البطولة العظيمة اللي اليوم احنا ننظمها، ومشكورين كل الموجودين كإعلامي انت وكأنا مشجع وكمنظمين وكل دول الناس الطيبين، اليوم العراق يستاهل ان خدمه، تحية لأهل البصرة، أهل البصرة رفعوا راسنا، يعني صح احنا بعيدين نقول أهل بغداد الموصل، بس دول قائمين هنا بيوتهم، يعني صور مع واحد فاجئني والله العظيم الكويتي فاجئني، يقول مسويين سيطره بال بنزين خاله، يقول زموني خذوا السويتش يابا عندي بنزين، يقول والله فولوا له بنزين، يعني وصل كرم اهل البصره يفولوا لك بنزين، ما صار بالعالم، هاي اول مره اسمعاني ما تعطيني اكل تنومني بس ما ترسلي بنزين، ما صار، يعني اهل البصره فاقوا كرم كل الكرماء، وقول الامام علي يقول الكرم شجاعه، اليوم اهل البصره ثبتوا كرمهم، ما يفول بنزين للسيارات الكويتيه السعوديه، عم هاي ما صايره، كل شيء سمعنا به، بس ما يفول لي بنزين ما سامعين، سامح انت هاي السالفه؟ والله العظيم، زين هاي منين فكروها الفكره هاي؟ يعني هاي اقوى شيء الكرم، ما يفول لي بنزين، الله يوفق اهل البصره، ومشكورين بنعتهم احنا كعراقيين وهم من بلدنا، بس احنا نقول اهلنا بعيدين بس هم قريبين على القلب، هاي اهل البصره.